بدايتك ان انت عايزه تلعبي كوره، ويعني في البيت عندك كانوا رافضين شويه الفكره؟ هو في البيت بصراحه ما حدش كان معترض اكتر من يعني اكتر من اللي كانوا حواليا. يعني انا عشان في منطقه شعبيه شويه، فكان صعب انت ازاي تسيبي بنتك تلعب كوره، دي بنتي مش ولد. واول ما بدات غالبا ما كانش في كوره، ما كنتش اسمع ان في كوره نسائيه، ما كنتش اعرف خالص ان في كوره نسائيه في مصر. لما بدات اروح مركز شباب عندي قعدت 6 سنين بالظبط بتمرن معاهم، بس بقى متضايقه ان هم بيلعبوا دوري اولاد والكلام ده كله وانا البنت الوحيده. روحت قلت لمامتي انا عايزه احلق شعري عشان العب معاهم. يا انت عايزه يعني عايزه تبقي ولد عشان بصراحه انا رحت قلت لها كده عشان عشان العب كوره، عشان العب دوري. انا بقالي كتير قوي بتمرن، وبتمرن في مركز يعني مش نجيله صناعي ولا طبيعي، هو كرم كمان يعني. فكنت انا بقى البنت الوحيده في وسط ولد 150 ولد تقريبا، 100 ولد يعني كان كتير. بصراحه شفت كتير على ما وصلت للي انا فيه دلوقتي. بصراحه كان في تحديات كتيره من الناس اللي حواليكي، اعتقد اكتر حد كان بيحاربك الناس اللي حواليكي. طب الولاد اللي كانت بتلعب معاكي؟ لا خالص، بالعكس يعني ما كانوش بيستغربوا ان في بنت بتلعب كوره. هم لحد دلوقتي بيسالوا عليا ومبسوطين جدا ان هم كانوا زمان بيتمرنوا معايا ودلوقتي شافوني ان انا حققت حاجه. معظمهم ما حدش فيهم دلوقتي غالبا وصل لحاجه غير زميلي احمد كوكا، بيلعب في الاهلي هو دلوقتي. احمد كوكا نتمنى له الشفاء طبعا، هو لسه في مرحله التاهيل يعني. ربنا يشفيه ويشيل عنه ان شاء الله يرجع ان شاء الله بالسلامه. انت قولي لنا بقى الانجاز بتاعك، انت اول يعني مصريه هتلعب في دوري ابطال السيدات اوروبا، دوري ابطال اوروبا السيدات. ايه اللي حصل وايه ده؟ يعني اعتقد ده جزء من حلمك اتحقق. لما جالي نادي كلوج هو دايما بصفه مستمره هو بيشارك في بطوله دوري ابطال اوروبا. فلما عرفت كده والوكيل لما اتكلم معايا اندرو بصراحه استغربت، اللي هو قال لي انا عندي ليكي مفاجاه، فانت اول مصريه هتلعب دوري ابطال اوروبا. فكان الموضوع اللي هو ايه ده، لا انا خلاص انا مش عايزه احترف، عشان مسؤوليه كبيره، بس ان شاء الله تكون خطوه كويسه ليا وللنادي وللمنتخب. اول حاجه حاسه ان الناس هتبدا تتفرج اكثر على كره، اكتر على كره نسائيه، ودي حاجه كويسه بصراحه. يعني انا متحمسه جدا وان شاء الله اعمل حاجه هناك عشان بس اشرف بلدي بصراحه. طبعا انت مشرفانا دايما يعني. طب قولي لي بقى من الناحيه الثانيه، الناحيه النفسيه شويه، تستعدي ازاي للاحتراف وان انت تسيبي بلدك وبيتك وانا عارفه ان انت مرتبطه بعيلتك؟ انا بصراحه يعني ربنا يشفي والدتي وبابا، لسه كان عمليه صعبه. يا رب ربنا يشفيهم. ربنا يشفيهم. اول ما عرفت عن الموضوع واحنا قاعدين كلنا بقى في العيله عندنا، فبقول لهم يا جماعه ان انا مسافره، فافتكروني مسافره مع النادي، مسافره مع المنتخب، زي على طول ان انا مسافر معسكر بقى ولا حاجه يعني. فقالوا لي مسافره امتى وجايه امتى والكلام ده كله، وعندك بطوله ايه؟ فقلت لهم لا انا جالي احتراف. اختي الكبيره افتكرتني بهزر، ولا انا كل شويه بقول ان انا جالي احتراف وبهزر معاهم في البيت بقى برخم عليهم، فقلت لها لا المره
دي بجد والموضوع حاجه كبيره ومش حاجه صغيره والكلام ده كله. قعدت تقول لي ده كويس وخدي الخطوه. انا عارفه ان هي يعني في الاول هتبقى صعبه اللي هو انا لوحدي وهعيش بره لوحدي. انت عمرك ما سافرتي بره البلد تعيشي لوحدك او اي حاجه؟ ده اول احتراف ليكي واول سفر. فهم قالوا لي بصراحه يعني هم دلوقتي بيدعموني بصفه مستمره. هو انزل اتمرن، هم بصراحه يعني مخليني واخده بالي من الاكل وان انا انزل اتمرن الصبح وانام بدري واصحى بدري والكلام ده كله. حياتك اختلفت ازاي بعد احتراف الكوره؟ حسن المسؤوليه اكبر شويه، فخلاص ما بقتش بقى بركز في السوشيال ميديا ولا اي حاجه، يعني خلاص انا واخده الموضوع جد. وكمان عشان الموضوع مش اللي هو زي الدوري اللي احنا بنلعبه هنا وبطوله افريقيا وزي ما بس حاسه ان الموضوع اكبر شويه، فبدات اقفل عن نفسي بصراحه وان انا اركز في ان انا اروح بس. وكمان هناك انت عارفه ايه اللي هناك؟ هتروحي على فين؟ يعني عندك معلومات انت عارفه على فين؟ واحده زميلتي من الاردن مسافره معايا نفس الفرقه بالظبط، هي وصلت دلوقتي بتتمرن بقى لها كام يوم، فعلى طول متابعه معاها الاخبار اول باول بتمارين ورئيس النادي هناك. بصراحه اول ما الصفقه تمت على طول هو اللي بيتواصل معايا هناك، يعني مش الوكيل، هو رئيس في اهتمام. يعني انت شايفه ان في اهتمام من النادي جامد؟ وكمان هناك هم ماشيين بالقانون، مش لو في حاجه حصلت مش الاتحاد، الاتحاد ملوش دعوه هناك. هو قانون، هو باعت لي العقد، احنا هناك بنتعامل بالقانون ومحكمه والكلام ده كله. بس فحاسه ان الموضوع يعني عمليه منظمه، يعني مش ان انت رايحه على حاجه مجهوله، لا كل حاجه مترتبه. هواياتك ايه بقى غير الكوره طبعا؟ كان نفسي العب تنس بصراحه. بجد؟ طب جربتي تتدربي تنس ولا؟ لا بروح العب بادل مع صحابي. بادل مع صحابي. البادل دلوقتي بقى مكسر الدنيا في كل حته دلوقتي بنلاقي. انا بروح العب معاهم بصراحه كده، بس بروح لهم اسكندريه بقى. بتروح اسكندريه مخصوص تلعبي بادل؟ لا بصراحه بروح، لا انا عشان العب مع صحابي. يعني انت معفره على فكره في كل حاجه، انت ما فيش حاجه بتعدي عليكي كده، يعني انت كله بالصعب. يعني لازم خلاص. دراستك ايه بقى يا شو؟ انا معهد نشر معلومات. طب وده هتوفقي بينه ازاي وبين الاحتراف؟ هم اصلا اول ما عرفوا على موضوع الاحتراف قالوا لي روحي مش عايزينك تاني. بجد؟ هم هيسهلوا لك الماموريه يعني؟ لا كل حاجه الحمد لله ماشيه كويس زي ما انا عايزه بالظبط. طب الحمد لله يا رب دايما. بتفكري ايه في اللي جاي؟ مش بفكر في حاجه اكتر من ان انا احقق بس بطوله بره ليا انا الاول، وبعدين بقى الحاجه الاعلى منتخب بصراحه. يعني ان شاء الله يكون في حاجه كويسه للمنتخب الفتره الجايه وللنادي هنا كمان، بخصوص ان هم مشاركين في دوري ابطال افريقيا وهنا على طول دايما بصفه مستمره برده. فانا واثقه في النادي وواثقه في اللعيبه ان شاء الله ان هم يعملوا حاجه كويسه. راضيه عن التطور اللي بيحصل في الكره النسائيه ولا شايفه ان دي خطوات بطيئه يعني محتاجه تطور اسرع من كده؟ هو كان في الاول بطيء، بس الحمد لله دلوقتي الخطوه يعني بدات تشتغل والناس بدات بصراحه تهتم عن زمان جدا. حاسه يعني الدنيا بقت احسن كتير؟ لا حصل التطور بقى احسن دلوقتي عن زمان. بتشجعي مين في مصر وبره مصر؟ في مصر الاهلي. الاهلي. وبره مصر؟ تشيلسي، ريال مدريد. طب يعني بنتمنى لك دايما التوفيق يا شروق، ودايما يا رب كده في نجاح وبنسمع عنك احسن حال. يعني يا رب. شكرا يا شروق لوجودك معانا النهارده.